السلام عليكم اصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد. حاليا اخوتي كنتواجدوا في المنطقه ديال المحبس. كما كتشوفوا معنا اخوتي الاجواء رائعه في هذا المكان، الاجواء هادئه. جينا باش نكتشفوا لكم بعض المواقع اللي كيديروا الاستفزاز حكا درنا في عنا. ها انتم اخوتي في المنطقه ديال المحبس، هادئه الاجواء رائعه جدا. اسمعوا اخوتي شوفوا، هذا هو المينيتير كما كتشوفوا، المينيتير في هذيك الاتجاه ها هما راه كيمشيو الرامبلي، والرامبلي ما بعيدش هنا في هذا المكان. والصحراء مغربيه والمغرب في صحرائه، صراحه الاجواء رائعه جدا. وانا دابا كندير لكم فيديو، انا دابا حاليا كنستمتع. اش غادي نقول لكم؟ احساس رائع جدا ملي وصلت الصحراء المغربيه، وصلنا الارض ديالنا. حسيت بواحد الاحساس زوين بزاف. وكما كتشوفوا ما نقدرش ندخل لكم على اتجاه هذه البلاصه، ما نقدرش نمشي ليها. كما كتشوفوا اتجاه ممنوع نمشي ليها، وهذا الاتجاه حتى هي ما نقدرش نغامر لكم حيت كاين تما المينيتير، عفوا في ممنوع، في كما كنقولوا القشله. المهم بلاصه اللي حساسه كما كيقولوا، شي بلاصه اللي ممنوع تمشي ليها. وجيت لكم هذه البلاصه باش نصور لكم فيديو. هذا هو المهم اخوتي، المحبس هو هذا اخوتي. الاجواء هادئه رائعه كما كتشوفوا ديال المينيتير. شوفوا اخوتي سمعوا، شوف ها انتم اخوتي، ها المينيتير، كاميو ديال المينيتير ها هو اخوتي. المينيتير اش غادي نقول لكم، كيمشيو للحدود هنا، وهادشي اللي كاين على حسب في الصحراء المغربيه. المنطقه ديال المحبس جميله، واحد المنطقه رائعه جدا، واحد المنطقه اللي زوينه في الصحراء المغربيه، منطقه جميله، منطقه معروفه، منطقه اي واحد كيتمنى يجي ليها، منطقه ديال الصحراء المغربيه اي واحد باغي يجي ويصور فيها. المنطقه ديال المحبس جميله، عند المغاربه كاملين من طنجه الى القويره. المنطقه ديال المحبس اش غادي نقول لكم، يحبوها المغاربه، شي حاجه مهمه رائعه جدا. وهذا هو المهم اخوتي، واجب ديروا واحد المجهود وتكتشفوا على حسب الجديد. ضربنا كيلومترات كثيره باش نبارطاجيو لكم هذه المنطقه ديال الصحراء المغربيه، ماشي سهل. جيت لكم من مدينه اسا، عفوا كنت في كلميم وجيت لاسا، ومن بعد وصلنا الزاك ولقينا بزاف ديال المشاكل خصوصا ديال الطريق. هادشي ديال التصوير راه ماشي سهل، انزال طلع انزال طلع. وكما كتشوفوا اخوتي شوف الاتجاه، ها هما يقدر تكون شي قشله تما، كاميونات يقدر يبانوا لكم، انا كيبانوا لي تما. والاجواء هادئه، انا دابا اكثر من 4 سوايع هنا باش نوضح لكم. والرأي ديال المغرب، الصحراء المغربيه والمغرب في صحرائه. دابا انا ملي درت هذا الرأي ديال المغرب وبديت نهضر في هذا الموضوع ديال الصحراء المغربيه، عندي واحد الاحساس رائع جدا جميل. ها كتحس بواحد الطريقه رائعه جدا. ها انتم اخوتي، ها فينكم الاعداء ديال الوطن اللي كيقولوا الاستفزاز؟ راه ما كاين الاستفزاز، ما كاين حتى حاجه، مباشره من المنطقة ديال المحبس. انتم اخوتي كما كتشوفوا، بحال يقدر يبان لكم البارطيات ديال الكاميونات ديالهم على حسب تما لابيست كيديروا ديك الغبرة، بحال هذاك الشيء ديال المناورات الاسد الافريقي. باش نوضح لكم، وهاد المنطقة زوينة بزاف. شوف اخوتي شوف شوف، انتم اخوتي من تما، ونتمناو الخير ان شاء الله، باذن الله يكون خير. عفوا كنعتذر لكم. هذا هو المهم اخوتي، نكتشفوا لكم الجديد ونشاركوا معكم بان وصلنا لمنطقه ديال المحبس. ها هي الرايه ديال المغرب الحبيبه ديالي، هي هذه اخوتي. انا فرحان وشرف لي كبير نجي للمنطقه ديال المحبس، باش نكون واضحين. والصحراء المغربيه انتم اخوتي، ها هي، الله ينصر ملكنا محمد السادس وعيش الملك. والصحراء المغربيه تبقى ديما مغربيه الى الابد، والمغاربه كلهم يحبوا هذا الرايه، يحبوا ترابهم، يحبوا الصحراء المغربيه. هادشي اللي كاين اخوتي، باش نكون واضحين بعد الاستفزاز اللي كنا كنسمعوا في بعض القنوات ديال الجزائر ولا المواقع ديالهم، حقا درنا حقا قربنا للمحبس. ها انتم اخوتي، ها هو الدليل. ها واش كاين شي حاجه دابا هنا؟ سمعوا والو، كلشي كذوب. المهم بدا يتيري وبدا يصوروا في شي منطقه ويقولوا احكا راه حنا دخلنا المحبس، احكا راه قربنا للمحبس.
ورا درنا هادشي بعض الصحفيين ديال الجزائر هما كيحشموش هما داكشي اللي خلاني فيا الغيره ديال الوطن وعلى الصحراء المغربيه. قلت علاش لا ندير واحد المجهود ونجيو نكتشفوا الناس ونكتشفوا لكم الواقع في الصحراء المغربيه. ها انتم اخوتي هذه هي الصحراء المغربيه المنطقه ديال المحبس وعندنا ارض جميله رائعه جدا في هذا المكان. داكشي علاش جيت انا باش نكتشف لكم الواقع. وهاد الاتجاه اخوتي فيه ارض الصحراء المغربيه المنطقه ديال الحماده واحد البلاصه كيقولوا لها الحماده صعيبه بزاف. اش غادي نقول لكم انا دابا كاين في المنطقه ديال المحبس وما نقدرش نغادر لكم شي بلاصه مثلا شي اتجاه ولا شي بلاصه ممنوع عليا. وثاني حاجه ما نقدرش نغامر لكم نصور لكم شي حاجه اللي بعيده حيت دابا هنا اش غادي نقول لكم فيه واحد الطريقه الرك بحال البحر. مثلا انت دخلتي للبحر عفوا دخلتي دابا للبحر ومن بعد دخلتي لداخل بزاف ما تلاقي يبان لك الارض ما تلاقي يبان لك والو. شفتي هاد الاتجاه كتلقى الماء شفتي هاد الاتجاه كتلقى الماء اي بلاصه شفتيها كتلقى فيها الماء ما بقيتيش عارف فين جيتي وفين غادي تمشي. داكشي اللي كيوقع مثلا غير ضربتي غير كيلومتر لداخل هنا ديال الصحراء يقدر غادي تجلى وتبدا تدور تما ما تعرف فين جيتي. والصهد السخونيه كاينه نسبه درجه الحراره كما كتشوفوا انا دابا حاليا عرقان والله الا عرقان على حسب الصهد والسخونيه. ولكن هذا هو المهم على قبلكم انتوما ما كاين حتى مشكل نغامر ونصور لكم وندير واحد المجهود ونكتشف لكم الحقيقه ونكتشف لكم اي حاجه كاينه. هذا هو المهم اخوتي هذا هما الصحفيين ديال بصحه باش نكون واضحين. حنا المغاربه الاسبوعه حنا واعرين حنا اذكياء حنا الحمد لله اذكياء وحنا مصدرين في العالم وحنا قويين وما حنا رب اللي حطانا ودائما كنرفعوا الراي ديال المغرب حيت حنا المغاربه كنحبوا ارضنا عمرنا نسمحوا في الارض ديالنا واخا يوقع اللي وقع وما نسمحوش شي حد يدير لنا الاستفزاز في الصحراء ديالنا ما نسمحوليش واجب نردوا عليه. ملي كنكتشفوا المواقع ديال الجزائر يكتبوا لي استفزاز هكا درنا في الصحراء المغربيه واجب حتى حنا نديروا واحد المجهود ونكتشفوا الواقع ونكتشفوا الحقيقه ونضامنوا. هذا هو المهم اخوتي باش نكونوا واضحين. كما كتشوفوا معنا اخوتي هذه هي الطريق ديال المحبس حاليا دابا ما بعيدش على المحبس الاتجاه فاش كاين المنطقه ديال المحبس. ايوا الاجواء رائعه الاجواء هادئه. اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي الصحراء المغربيه